طيب معانا اتصال من الشرقية، معانا هاجر من الشرقية. ازيك يا هاجر؟ سلام، ازي حضرتك؟ تعالي. ازيك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن حضرتك افسر بس حلمين بالله عليك؟ اديني الاول يا هاجر، يلا الاول. ماشي. انا حلمت الحلم دوت بقالي سنة ونص. سنة ونص؟ تمام. حلمت ان اكني نور، انا اكني نايمة، بس انا حاسة انا صاحية ونايمة في نفس الوقت، فحسيت ان اكني نور واكني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله يا الله، الله عليكي. انا ما شفتوش، بس انا شايفه نور. تمام. وايده محطوطه على يعني جبيني كده، على جبيني سيدنا علي، على إيدي. على راسي. واحده واحده. ايدي ايدي سيدنا النبي محطوطه على جبينك. كملي. وسيدنا علي ابن ابي طالب قاعد جنبه. الله اكبر. فقاعد فبيقول له يا علي انت عارف هي رجعت ليه؟ قال له علشان دي زي فاطمه. دي ايه؟ دي زي فاطمة. عارف رجعت لها عشان ايه؟ مش معلش تاني. عشان زي ديت زي ستنا فاطمة، قصتها زي ستنا فاطمة. تمام تمام. انا في الوقت ده كنت عندنا يعني مشاكل وبعد كده رجعت، فدي الفيلم ده كان ثالث يوم. كنت لسه هقول لك طبعا ان انت صاحبة ابتلاء. فرجعت فراح قايل لي كده، قال له دوت زي ستنا فاطمة. تمام. تمام؟ ده أول حلم. ما شاء الله عليكي، اللهم صل على النبي. طب استنيني بس، خلينا في الحلم الجميل ده. ماشي. صلى على سيدك النبي. انت متزوجه صح كده؟ تمام. في حد ظلمك صح؟ حد ايه؟ حد ظلمك او جه عليكي؟ ظلمني او جه عليا؟ مش عارفه والله. طيب مش عارفه، ولكن انت صاحبه ابتلاء صح يا فندم؟ ممكن يعني بس انت ربنا هيفرحك قوي قوي قوي، وهعبر لك منامك، بس لازم تدعي لنا كلتنا وتدعي للطاقم بتاع قناه الصحه والجمال كله ان ربنا يفرحه، وتدعي لنا. اللهم امين. عشان الانسان اللي يشوف نور سيدنا النبي او يشوف سيدنا النبي وسيدنا علي بن ابي طالب بيبقى يعني نعم. لو قدرت تفيدي الناس في اللي الورقه ممكن تتقطع والختم يبقى لسه موجود. عارفين يعني ايه الكلام ده؟ ان الشيطان ما يقدرش يتمثل في رؤيه سيدنا النبي ابدا ابدا. سيدنا النبي قال كده: لا يتمثل الشيطان في رؤيتي، فمن رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في رؤيتي. شفت نور سيدنا النبي. الله، النور ده نور لكي إن شاء الله، إن ربنا سبحانه وتعالى هيخرجك من الظلمات إلى النور، إن ربنا سبحانه وتعالى هيغير حالك للأحسن، وسوف ترتقي إلى الأعلى بالقرآن الكريم وبنور سيدنا النبي. لا كمان مين اللي قاعد جنب منه؟ سيدنا علي بن أبي طالب. وفي حديث بيقول لك إيه؟ سيدنا النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فأنا عرفت إن أنت معاك علم، فقلت له: أنا حافظ القرآن وعندي علم. ساعد الناس وما تبخليش بعلمك ده عن الناس، بالعكس ده انت ربنا سبحانه وتعالى انت صاحبه ابتلاءات، لان طبعا رؤيه. انت قلت السيده زينب صح؟ او السيده لا، ستنا فاطمه. ستنا فاطمه رضي الله عنها وارضاها، كل دول بالرغم ان هم آل بيت سيدنا النبي بس حصل لهم ابتلاءات كبيره. فاللي يشوفهم بيجي له ابتلاءات. ليه؟ لانه بيبقى انسان مع ربنا، واصل مع ربنا قوي قوي قوي. ببشرك بعلم، ببشرك بخير، انا ببشرك بحسن خاتمه كمان، ولا ازكي على الله احد. ما شاء الله منامك مبشر، ده يحسك على حفظك للقران، يحسك على الصلاه، يحسك على فعل الخير. يا اختي انت اخت طيبه، بالله عليك ادعي لنا. الله يخليك. المنام ده مش عايز اقول لك يعني بالفلاح كده زغرطي عليه، زغرطي له افراحي. قومي كده اركعي للرحمن وصلي له اللي انت شفتي منام زي ده.